دلوقتي هتشوف، هنروح النيابة وهتنصفنا، في قانون في الب... لو نطقتي كلمة فيها حرف قاف أو نون هولع فيكي وفي البوكس وفي الحج اللي قاعد ده. ده اسمك ايه؟ اخرس خالص. عشت الأسام. أنا كل ما بذكر بفتكرك وانت بتتمخطر، ده أنا بشرب علشان أنساكي والعكس بيحصل. يا قمر ده أنا عشقك كل يوم بسهر على صورك، ده انت روحي ونن عيوني أخذ صعد دوصل وسطو. كل المشاكل عاوز الفاجر، ايوة انا سافل يا عيال خسيسة، قبل وعامل اضرب وبا. انتي حقيقة ولا ايه؟ يا بنتي ليه اميرة في قصري متسيبة؟ يا لهوي من درموش ما بيتفهموش. قلبك اطهر قلبي في مملكتك، صوتك بيقول مزيكتك امورة، احلى بنوتة في مصر بحالها، هي كل احترف جمالها سيورة. عايز ايه؟ انت ليه دخلت تكلم صاحبتك؟ على فكرة هي داخلة تكلميني. بجد والله؟ هكذب عليكي، روح اسألها. وانت رديت عليها؟ بصراحة عشان هي جامدة. انت عرفت منين ان هي جامدة؟ تعرف صورتي بالبيبر؟ ليه ما حطيتش صورتي انا؟ عارف ليه؟ ليه؟ عشان ما عملتش اللي في المخ. والله العظيم بعمل لها كل اللي هي عايزاه. عارف انا بعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بديها فرصة. بديها فرصة؟ تسمع كلامك؟ اكيد يعني، يا انت مش شايفني ولا ايه؟ لا مش شايفك. ما تكلمهاش تاني. روح قول لها هي كده، يلا بقى يا فصول. انا فصول؟